I'll be goddamn. Huh? Oh. Hey, yo, what's up, everybody? Back at you live from Kuwait City. شلونكم شباب وش اخباركم وش مسوين؟ ونرجع معاكم اليوم في فيديو الصراحة فيديو حلو جميل. اليوم جايب لكم 3D printer من شركة اندر 3V2 اللي هي upgraded هذه جديدة انزين. فأنا بالأمانة هذه أول مرة اشتري 3D printer يعني اسمبل يعني اركبها انا. انزين انا يعني كنا ندرس ايام اوروبا بالجامعة كله كانوا اللي عندنا موجودين كانوا كلهم يعني هم مسوينهم ركبينهم ومبرمجينهم. هذه أول مرة أنا أشتري واحدة هنا عندنا في الكويت وأركبها أسويها أنا بالنسبة لي أنا. إنزين فوزنها 8 كيلو يعني راح تدفع بالشحن راح تدفع راح تدق فلوس. من ناحية البلاستيك الفولفلمنت بلاستيك الرولات اللي شريتهم تقريبا 6 كيلو شريت لي 32 لون يعني حط عليهم 6 كيلو زيادة يعني 15 كيلو تقريبا مع الشحن اللي هو الفولفلمنت بلاستيك وياه. إنزين فراح اسوي انبوكسنج راح اركبها راح احاول اركبها وفيها عيارات بسيطه راح اضبطها. انزين قيمتها تقريبا 280 دولار على امازون احط لكم اياها تحت بالديسكربشن تقدروا تشوفون تشوفون على الويب سايت اللي هي عندك هي البرودكت نفسه. هذا انت عندك هوم بزنس عندك برودكشن لاين فاكتوري ايا كان مصنع مهندس مثل حالتنا احنا ميكانيكا وخصوصا الميكانيكا الوايد شغالين على هالامور هذيلا او عندك برودكشن لاين او ديزاينر او تبي تتعلم توك اول مره تبي تبلش تبي تتعلم مو شرط تكون مهندس عادي تكون يمكن اي شخص تبي تتعلم تركب اللي هو ال 3D printer وايد وايد حلو انصحكم في اللي هو الاندر 3. الاندر 3 هذه بصراحه الريفيو انا كذا واحد سالته من ربعي وايد كانوا يمدحون فيها بصراحه كله يقولون يعني احنا اشتغلنا ركبناها وايد كانت مفيده ما فيها مشاكل بس فيها شويه نوع ما ابديت عندك الفريم لازم تسوي الابديت وعندك الالاينمنت شويه لازم تسوي الالاينمنت حق اللي هو عندك هي البرودكت نفسه لازم تعيرها صح عرفت شلون. فاليوم راح اسوي انبوكسنج عليها زين واوريكم شنو داخلها هي ونفس الوقت راح اركبها زين. فاذا عجبكم فيديو شباب ما اوصيكم يلا الحين نبلش نسوي انبوكسنج. هو الكاتالوج زين نايس الكاتالوج وياه زين اوه شوف شكله بصراحه اوه نايس زين هذا حق اللي هو فولفلمنت رول زين شنو هذا اي كاري وياه تركبه زين هذا شيء محبة حبة شوف شنو فيه او هذا اللي هو عندك اياه المونيتور ماله الكنترول نايس شوف شكله زين شكله حلو والله بصراحة وكبير بعد زين شنو بعد فيه عندك ال شيك هذا حق الاكس اكشوال زين هذا حق الزي اتوقع الزي مو الاكس في عندك اكس واي وزي زين دايمنشنز زين هذا حق الزي دايمنشن اتوقع حطه هني ثقيل انقيره اوكي هذيله هو عندك اياه البريدجز زين شنو بعد اوكي شنو هذا ايوه هذا اللي ابي انا هذا عندك اياه اللي هو البرينتينج شوفه شكله نايس نايس زين زين هذا شلون تشيل الشطقه الحين قاعد دايم سو هيفي قاعد دايم هذا تفتحه
تشيل هذا تحطه هني هذا عشان لا ينكسر. اوه اوكي عم الزجاج حطه هني اوكي شلون تشيل هذا ما بخرب الكسرة. في بعد تحت اوه في بعد تحت لحظة خل اشيله اوكي ايوه ويا بعد شغله في بعد شغلات بعد ايوه عندك يا هذا هذا عندك برج ثاني زين عندك هيك بعد الشغلات اللي وياه زين اوكي نايس شيكو نايس هذا حق الكنافه بعد خلص منه هم من بعد توديه حق الكنافه زين شنو بعد فيه اي عندك هذا هذا حق الواي اكسس زين اوكي كهرباء وش يك هذا كهرباء تقعد ضيق تقيل شو ملزقينه ايه اوكي هذا خله هني اوكي كذي شلناه اوكي زين الحين لازم نفتح المانيول وين المانيول زين الحين ما راح اركبه شباب فانا الحين راح افتح المانيول لازم اقعد اقراه بالضبط زين شنو اركب شنو ما اركب صراحه لان انا اول مره اركبه فراح افتح المانيول اقراه اركب الشغلات اللي فيه زين واغير الفريم وير السوفت وير مال الفريم وير زين اسوي له ابديت وبس Thank you.
الزد اكسس نبي نشيله عشان لما نركب الاوتو ليفلينج شو تسوي انت؟ شلنا زين هذا هو اللي هو الاوتو ليفلينج لما نركبه هني زين بنسوي له بكل الحين بس خلاص كذي خلصنا الحين ايش راح نسوي؟ الحين نوصل كل شيء نحط له زب تاي كاه موجود زين نوصل هذا المروحه اهم شيء يرد مره ثانيه مكانها وبس بعدين نجرب نشغلها ونشتغل عليها. نرجع معاكم شباب بعد مليون محاوله بصراحه جربت اطبع بصراحه جربت وايد 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 اطبع وكله محاولات فاشله زين هذه يمكن المليون محاولة لله حمد انها ضبطت معاي الحين شوف هذي تستخدمها بعدين تخلص منها الكنافر بس فيها الكنافر عرفت شلون؟ فالمهم بصراحة وايد وايد اندر 3 برو هذه وايد يبي لها شغل اندر 3 طابع ال 3D برنتر وايد يبي لها شغل ما توقعت انه يعني انها تكون لهالدرجة يعني يبي لها الاينمنت انك تعيرها وتسوي لها ريبروجرام وتدخل كودز وتدخل سوالف وتسوي كهرباء يعني يبي لها شغل شغل مو شغل عاد لا يبي له شغل شغل يعني. يعني اذا انت يبي انا صراحه صار لي 3 4 ايام علشان بس اني اضبط الالاينمنت وابلش اطبع كذي يعني ترى على فكره هذه يمكن اول مره عندي اللي قاعد تشوفونها اللي قاعد اطبع شيء زين باجي المرات كلها يا يعني انه يطلع برا او انه ما يطبع او انه يعني يصير عندي مشاكل او يعلق زين في شغلات كثير طلعت لي مشاكل. المهم بالنهايه بعد ما اطبع راح ارويكم انا الاشكال اللي راح اطبعها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يضبط معانا كل شيء واقول لكم شنو الشغلات اللي لازم تسوونها اللي حاب يشتري 3D برنتر زين وبس وهذا هو الحين نشوف ننطر الحين نشوف يطبع لنا شيء ونشوف شنو يصير ويانا. اوكي شباب هذا الفيديو اول تجربه كانت لنا بصراحه كانت تجربه من فاشله بس زين زين بصراحه انا ما توقعت اشوف المشاكل اللي حاشتني شوفوا مني فراح اجرب اعيره مرة ثانية علشان يضبط ويانا هالمرة ان شاء الله عرفت شلون وسلامتكم الحين نجرب مرة ثانية اوكي علي هاي فيديو 1 2 3 اكشن ونرجع معاكم شباب بالتجربة 1,700,000 زين مثل ما انتم شفتوا في التجارب اللي فاتت فشلنا فيها زين بس في كان تقدم صراحة شوفوا هذه أول مرة طبعنا بعد الالايمنت هذا الطبعة الثانية الحين هذه الطبعة الثالثة بصراحة وايد أحسن اكتشفت انك لازم تسوي القاعدة اللي هو يسمونها البد زين لازم ترفع درجة الحرارة تخليها فوق 80 علشان انه يقضب الشيب يقضب لك الماتيريال نفسه ولازم تنزل من درجة حرارة النيدل اللي هو الإبرة اللي يذوب لك الماتيريال نفسه حق الاي بي اس ولازم تخلي درجة حرارة الغرفة انزين يعني تقريبا نقول من 26-27 لأن التكييف يبرد لك القطعة فما راح يستفيد الجهاز نفسه مثل ما انتني قاعد تشوفون انزين أنا لاحظت بصراحة شوفوا درجة الحرارة لحظة شوفوا درجة الحرارة هني كل ساعة ينزل يصعد ينزل يصعد شوفوا يصير 59 لازم يكون ستيبل فلازم ترفع درجة الحرارة عرفت شلون؟ فخلنا نجرب الحين ان شاء الله يعني ما يصير ويانا مشاكل بصراحة انا تعبت من كثر ما نقعد اطبع وكنسل اطبع وكنسل اطبع وكنسل ولو مليون تجربة للحين انا قاعد اسويها المهم نجرب الحين درجة حرارة الغرفة مثل ما انتم قاعد تشوفون 25 وننطر نشوف الامور راح تتعدل ويانا ولا ما تتعدل وبس وخلص ان شاء الله اوريكم الاندنج Thank you.
نايس. شو شكله؟ نايس صراحة شكله وايد حلو. نايس والله الديتيلز عليه وايد حلو بصراحة. ما توقعت الديتيلز ما يصير كذي. خلنا نطبع واحد ثاني يلا بلش. شباب مثل ما توني قاعد تشوفون خلص البرينتينج تقريبا صار له 5 ساعات. هذا كان مكتوب لي عندك 3 ساعات و40 دقيقة. شوفوا زين، الحين تقدر تستخدم هذا زين، تحطه من تحت كذي وتشيله. بس انا عشان ما ابي اخرب فايش راح اسوي؟ احاول اشيل كذي. نايس صراحة الفينيشينج عجيب صراحة. شوفوا أنا ما توقعت كذي بصراحة. يعني شوف إذا تحط هذا هني تحط البرنت الثاني اللي سويناه هني فرق بصراحة. شوفوا خلينا نقيس لكم إياه الحين، شوف شو الفرق بينهم بالحجم. ونرجع معاكم شباب في نهاية الفيديو، راح أقول لكم الشغلات الزينة واللي تخلي الطابعة مالتك تصير طابعة حلوة، وشنو الشغلات تتفاداها عشان لا تحوشك مشاكل، وشنو الشغلات اللي أنت حاب أنك أنت تطور أو شغلات اللي تستفيد منها. بس عشان باختصار، أنا هذه الطابعة الأولى عندي أنا 3D printer، بصراحة واجهتني وايد صعوبات بس لا الحمد فرقت معاي من ناحية اني طبعت وايد زين وعرفت شلون اطبع وايد زين، لاني قريت وايد بصراحة ورحت على الانترنت وسويت الريسيرش مالي، وبالامان بصراحة وايد 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 كانت شغلة متعبة بس ممتعة بصراحة بالنسبة لي انا. انزين المهم هذا طبعته تقريبا بساعة ونص. انزين دقيقة نصفر لكم اياه. انزين طبعته بساعة ونص. انزين طول ماله 27، قطر ماله 49. زين هذا 3 ساعات و40 دقيقة تقريبا 55 قول. زين 55 34 45. زين وحجم اكبر واثقل بعد. حلو تحتاج هذا تحتاج فيرنير الكاليبر لازم تشتريه انك تحتاجه علشان تستخدمه. المهم فشنو الشغلات المهمة اللي لازم تعرفها قبل ما انك تطبع؟ زين دش تطبع تسوي اي شيء. اولا ليفلينج، شنو يعني ليفلينج؟ قبل ليفلينج زين شوف انا واجهت صعوبة من قبل ما اطبخ. اقول لكم الفرق، شوف 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 الفرق. شوف هذا بعد التعديلات، هذا قبل التعديلات. شوف الفرق، شوف المشاكل اللي كانها. لا انت شوف خراويك بالبدايه، شوف بالبدايه صار وياي انا. لحظه شوف بالبدايه، شوف شوف شي صار. زين ففي وايد كان في فرق. زين ايش المهم شلون انا رحت من هالدرجه لهالدرجه لهالدرجه، الحين راح اقول لكم شلون.
شوف شلون كلير كلير كلير، شوف شلون كلير، شوف الفرق، شوف هني، شوف المشاكل اللي حاشتني. زين شوف شوف شوف. وهذا بعد لان ليه ما سويت له بعد الاينمنت حلو، يعني ما عيرت عدل ليه ما سويت له الاينمنت. لو سوي له الاينمنت بعد اقوى من كذي باي يطلع احلى من كذي بعد. زين الحين نشوف الثاني، خرويكم الثاني. شوف من تحت البد ماله، شوف شلون من تحت، شوف شوف هذا شنو بشيل انا، شنو هذا؟ اوه طلع صيني، هذا بروغرامر نايس. شنو مش مكتوب هنا بالصيني هذا؟ هذا تشيله بعد؟ اي والله هذا تشيله بعد. زين ف شكله حلو والله طلع. شوف زين، ف شنو الشغلات اللي سويتها انا، اللي سويت لي امبروفمنت؟ اولا لازم يكون عندك ترمامتر حق درجة الحرارة، ولازم تخلي ستيبل درجة حرارة الغرفة، لازم تصير 26-27. ليش درجة الحرارة لازم تصير 26-27؟ لازم تخليها ستيبل، يعني ما تنزل، تصعد أحسن بس ما تنزل، يعني ما تكون كذي، يعني الغرفة تكون باردة. زين ليش؟ أنا أقول لك ليش. المهم لأن الله يسلمك المحفوظ، لأن عندك أنت أول شيء شفت هذا، هذا يسمونه البد، اللي هو يسمونه الفراش، البد اللي درجة حرارته ترتفع. زين علشان يمسك لك السطح مال اللي هو عندك يا الشيب نفسه اللي هو حق البرنت اللي انت تبي تطبعه. زين ف شنو اوبس زين ما صار شيء فيهم. المهم كام زين، شنو ليش تبي انت درجه حرارته؟ لان هذا كل ما ارتفع درجه حرارته كل ما هذا البلاستيك مسك اكثر، يعني كل ما البلاستيك سواء كان اي بي اس او بي ال اي يمسك اكثر. زين يعني يمسك هني تحت اكثر. زين وعندك النيدل هذا نفس النيدل، زين اللي هو يذوب لك البلاستيك اللي داش داخل. زين الحين اروح اهويكم اياه. لازم تكون درجه حرارته مرتفعه بعد على 220-230 حسب نوع البلاستيك انت بتطبعه. زين ف أنصحكم نصيحة، خلوا درجة حرارة الغرفة أول شيء تكون درجة حرارة عالية، مو باردة، مو تكون غرفة باردة. زين هذا شيء مهم لازم تعرفه. الحين خلنا ندخل في الشغلات اللي أنا غيرتها، يعني خلنا ندخل لحظة شوي دقيقة. زين بس عشان أوريكم هذا ABS بلاستيك ABS، شوفوا هذا بلاستيك ABS، وهذيل عندي إياهم أنا، شوفوهم عندي تقريبا 24 قطعة اللي هو عندي PLA. زين شوفوا كل الألوان عندي، هذا كل الألوان عندي اياهم لهم PLA بلاستيك. زين هاي يسمونهم فيلمنت، شوفوهم. زين انا اقول لك عن كل شيء تحتاجه علشان انك تركب. المهم اول شيء عندك اياه الليفلينج، شفت هذيله في عندك اربعه، اثنين قدام، عندك اثنين قدام واثنين ورا. اوه سوري قبل الليفلينج، قبل الليفلينج، لحظه قبل الليفلينج خلينا نبلش اول شيء بالبروغرامينج. الشيء المهم وايد البروغرامينج عندك يا السوفت وير ماله وايد سهل. انا بصراحه اول ما نزلته السوفت وير طلع صيني، بعدين تدودت رحت دشيت على الويب سايت مالهم، نزلته سويت له ريبروغرامينج، يعطوهم هيك هذا وياه بلاش. شي شوفوا نيك هذا نفسه كذي بلاش. زين هذا تحطه على اللابتوب مالك سواء كان ماك بوك ايا كان. زين تنزل البروغرامز والكودز، اهم شيء تنزل فايلات البروغرام والكودز والديزاينز، تخزنهم. وين تركبهم؟ تركبهم مني. زين الحين انا مركبته مني على المذر بورد، ما ضبط معي. ايش سويت؟ شفت هذا نفسه تفتحه، لحظه دقيقه. زين شوفوا ورا في اربع براغي هذول، تفتحهم وفي داخله مكان هنا سلوت تقدر تركب على الميموري كارد مالك، وبعدين انت تقدر تنزل اللي هو عندك اياه البروجرام مالك. لحظه دقيقه انزين تنزل البروجرام مالك على اللي هو الجهاز مالك. انزين شلون تطفي؟ تحط الميموري كارد تبطله اوتوماتيكيا راح يطلع عدات شيء يزيد يعني كذي ابلودنج. انزين بعدين بس ينزل لك اللي هو عندك اياه البرنامج نفسه. الحين المهم اهم شيء قلت لكم اياه تسوي له ليفلنج. شلون تسوي له ليفلنج؟ عندك طريقتين. الطريقه الاولى انزين اول شيء قبل ما تبلش لازم تعرف نوع المذر بورد مالك. شلون تعرف نوع المذر بورد مالك؟ انزين لحظه دقيقه
تعرف شلون نوع المذر بورد مالك، تروح عند ادفانس انفو مكتوب هنيكا هي وين انا اشوف هني وانا كا مكتوب عندك هني زين اندر 3 في 2 زين انا المذر بورد مالي لان مبدله ف 4.2.2 زين فانت لازم تعرفه يعني هو مكتوب عندك يا بالكتالوج زين لازم تعرفه. المهم هذه دقيقه بس خلنا نرجع ورا اراويكم زين الحين عندك نوعين انك تسوي انت عيارات الاينمنت زين انا بالنسبه لي غيرت اللي هو عندك اياه الزد اكسس عشان شباب انتم تعرفون الزد اكسس عندك عندك اول شيء الـ 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 العرض اللي هو الاي الطول اللي هو عندك اياه الواي الزد اللي عندك اياه اللي هو الارتفاع زين الطول العرض بالارتفاع زين هذا المكعب هذا المكعب مو المسطح لا المسطح اللي طول بالعرض المكعب اللي هو طول العرض بالارتفاع بس عشان تكون عارفين يعني اللي اكيد اللي يعرفون بالرياضيات يفهمون في الامور هذه اكثر. المهم زين فانا ايش سويت انا بدلت السنسر هذا السنسر اللي هو سنسر يسمونه حق اللي هو الزد اكسس اللي هو يصعد وينزل زين بدلته شوفوا هذا كان اللي هو مال اللي وياه اللي يركب هني زين شلته وشلت الوصل اللي عليه اللي هي وصلته من اللي هو الجهاز نفسه زين ليه المذر بورد شلته لان انا بروح ابدل المذر بورد فشلته فيعني بصراحه فرق وايد 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 معي. فانا انصحكم تشترون هالقطعه اللي حاب يعني يسوي مثلا ابجريد وايد وايد قطعه راح تفيدك زين. الشغله الثانيه اللي عندك اياها مهمه عندك نوعين من ليفلنج عندك ليفلنج عندك ليا وهو ليفلنج حق اللي هو المش شوف اللي هو عندك هي لحظه شوف هو ليفلنج عند المش اللي هو عندك يا شفت هذا المربعات هذول كلهم وهو معناته اللي هو البد مش البد نفسه زين فانت هني لازم تعيره انت لازم تضبطه انت لازم تسويه فكل واحد عنده واحد يختلف زين. شنو بعد عندك يا عندك الليفلنج الثاني في عندك ليفلنج قلت لك الثاني اللي هو عندك يا ليفل اي كا وهذا هو الليفل الهوم زين هذا هني عاد يختلف من واحد لواحد وانت وعياراتك زين فلازم اهم شيء تعرف الفرق بينهم كلهم. شوف شوف الحين شوف هذا الحين قاعد يسوي لك ليفلنج هذا حق الزي اكسس اوكي يطلع لك هنا القراءات كلها زين. هذه الشغلات المهمه لازم تعرفها. اول شيء عندك تنزل الابديت البروجرام عليه تركبه هني على اليو اس بي زين او تبي تركب هذا على اللابتوب تنزل الكلاريتي البروجرام او كوره بروجرام شغله ايا كان شنو البرنامج اللي تشتغل عليه عشان تسوي لك الشيب اللي انت تبيه وتنزل وتضبط. المهم زين هذه شغلات مهمه. الشغله اللي بعده شنو عندك يا تركيب الفيلمنت هذا نفسه زين لازم لا شوف يعطونك وياه هذا شوفوا زين فما تركبه على طول لازم تقصه شويه تخلي شويه يعني انا اقول لك هي تقريبا يكون شكله لحظه وانا ما عندي تقريبا يكون شكله يعني مقصوص عرفت شلون يعني هذا نفسه تقصه ما تخلي سيده لا تخلي شيء شويه مايل يعني عرفت شلون اي وتركبه مني داخل زين. بس هذا الشغله عشان انت بس تكون تعرفها. شنو الشغله بعد زياده العيارات زين وبس يعني تقريبا تقدر تحط اغراضك هنا تقدر تطبع اللي تبي انت في برامج في شغلات وايد حلوه بصراحه. بس انا اللي واجهتها عندك يعني صح المشكله اللي بعد عندك يا هذيلا انا عيرتهم زين كذا مره قاعد ابطلهم اسكرهم ابطلهم اسكرهم حاجه لي مشكله في العيارات عندك يا بصراحه زين. والماذر بورد انا اهم شيء كان عندي شغلات الكترونيه بصراحه كان عندي مشاكل بشغلات الكترونيه بصراحه زين اي. ولما تعير تخلص البد لا تجيسه لا تتعبث لا خليه يعني وخر عنه حاول كثر ما تقدر توخر عنه يعني حاول مثلا على الخفيف تشيل اغراضك او كذي عرفت شلون لان هذا حساس تحت في سبرينج هني زين. بس السبرينج هذا شوفوا هذا السبرينج بس شوي يلف يمين ويلف يسار خلاص يخرب لك العيارات كلها فما راح تعور راسك
وترد مره ثانيه تعير. زين المهم عندك يا شيء مهم بعد عندك لا تشد اللي شفتوا هذا عندك يا البلت لا تشده وايد حيل ولا ترخي وايد عليه خله عادي شوفوا زين كذي عرفت شلون. وهذيلا ساعات ريوك هذيلا عندك اياهم شوفوهم ساعات يكون وايد مشدودين فانت شو تسوي فيك ويا رانش زين لفه شويه خفيف وضبط امور كيبلاتك الكيبل عندك الزب تايز هذيلا اهم شيء تضبطهم انا راح اضبطهم هذا راح اركبه شي رفع فوق زين وبس وسلامتكم شباب. يعني في شغلات بصراحه وايد حلوه يعني تقدر تسوي فيها هذا عرفت شلون. بس المشكله الوحيده اللي واجهتها انا بالنسبه لي انا الالكترونات لان انا بدلت المذر بورد وحطيت الزي ليفل حق اللي هو السنسر وسويت لي ابديت حق الفريم سوفتوير هذا الفريم سوفتوير تحصله عن طريق اللي هو البرنامج نفسه عرفت شلون. وبس واموري صارت لله الحمد زينه وبس وطبعت وسويت كل شيء. فان شاء الله عجبكم الفيديو شباب راح اسوي فيديوهات جايه ان شاء الله ابجريد عليه وان شاء الله اي اسئله اي اجوبه اقدر ان شاء الله احاول اجاوب عليها. واذا في شيء ناقص الشباب اللي عندهم 3D printer يقدر يحطون رايهم. ويعطيكم العافيه الشباب واشوفكم ان شاء الله على الف خير.